السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ سنه سعيده، كنتمنىكم ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والتوفيق ان شاء الله من عند الله. كي دايرين؟ بخير لاباس عليك. كنسلم بزاف على الدريه ديال طورينو ديال اللايف، كتسلم عليهم كاملين في الجروبات كاع اللي بنت فيهم، اللي دعموني واللي دخلوا عندي القناه ديالي. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم، وفرحتوني بهذوك التعاليق وعجبني داك اللايف اللي درت معاكم ودرت لكم الكروستاتا وعجباتكم، وشحال من وحده دارتها وصدقت ليها وصفتت لي تصاور. كنشكركم لانكم برافي وكتنتو وكدير كتقضيو الغرض، ماشي اللي كيتفرج ما باغيش يخدم. المهم الدريات، كاينين شي دريات دخلوا معايا اللايف وما شافونيش، وانا كان جاو معطلين ما شافوش لا كروستاتا. انا اليوم ان شاء الله غنديرها لكم، وعدتكم باش نديرها لكم في فيديو نصيفطها في اليوتيوب. انا غنديرها لكم اليوم، تفرجوا فيا الى الاخر وتعلموا وديروا النصائح اللي كنقول لكم ديروها. يلا سيروا معايا. المقادير البنات هي كالتالي: عندي 100 غرام الدريات ديال 100 غرام ديال الزبده، ها هي غنعبرها لكم قدامكم بلا ما تعبروها نتوما، غير 250 غرام. ما غاديش تقسموا النص، غتقسموا ناقص النص. ها نتوما شوفوا، انا غادي نعبرها دابا، شوفوا البنات، ها هي 102 غرام، معليش تكون زايده 2 3 كاين حتى مشكل. ها هي 100 غرام ديال الزبده. عندنا كاس ديال السكر سنيده، عندنا 2 بيضات، عندنا واحد الحكه ديال الحامض ليمون، عندنا الدقيق البنات على حسب الخليط. انا دابا دايره 400 غرام ديال الدقيق، 400 غرام عبرتها، غادي نشوف شحال غادي دير ليا ومن بعد غنقول لكم في اخر الفيديو. عندنا كونفيتور، كونفيتور اللي عجبكم، انا داير هاد غندير 2 باش تشوفوهم، وحده بالبيكوكا بالمشماش، وحده بالمرتيلي مرتيلي. المهم كل واحد يدير اللي بغى. بغى يدير الشوكولاته، انا دابا بغيت ندير لكم الشوكولاته، الساعه ما لقيتش الشوكولاته عندي. المهم وشويه الكركاع اللي تزين، قلت لكم 2 بيضات، واحد ملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، ديروا النص ديالها لان هذه فيها 15، ديروا نتوما النص. واحد سكر فاني، سكر فاني، ها هو سكر فاني. صافي ان شاء الله غادي نبداو، انا نبداو ان شاء الله. المهم غادي هذه الزبده غنرطبوها شويه باش نرطبوها شويه، ندخل الميكرون واحد شويه شويه ماشي تدوب. انتما البنات واحد شويه تدوب ان شاء الله. صافي بحال هكا البنات، كنخويو السكر سنيده ياك، كنديرو فاني، كندير واحد الحكه ديال الحامض اللي عندكم، ما عندكمش البنات ماشي مشكله، كاينه فاني الا كان موجود ديرو، علاش لا، كيخلي واحد النسمه زوينه في لاكروستاتا. هاد لاكروستاتا البنات اللي ما كيعرفهاش راه ايطاليا، هادي الكروستاتا الا مشيتي لطاليان كيديروها ليك، كيفرحوا بيك زعما ويديروها ليك. اوكي كنخلطوا هادشي ساهل عبيد دينا البنات، كتبغي لافاتور لا والو، ها واحد ريحه السيترون طالعه، ما نقولش لكم يوفاني، جربوها البنات اللي ما مجربيناش، راه واعره وسهله دغيا كتوجد. نديرو 2 بيضات،
الحيرات الطاليانيات راه كيخلطوها بيدهم دوك الناس ديال بكري. انا ملي كنت مشيت للطاليان بكري ما كانوا كي العيالات الكبار ما كانوش كيديروا داك الباتور والو، كان عالي يد مساكن يخدموا كيديروا الباستا حتى هي بيديهم، ما كاين لا باتور لا والو. تبارك الله الطاليانيات حاد قالت ما شاء الله. ايوا الحمد لله تعلمنا منهم، الله يرحم ليهم الوالدين، كلشي نفعنا. ها دابا غنديرو الدقيق، ندير واحد شويه الخميره. البنات اللي بغى يدير الزيت يدير الزيت، اللي بغى يدير الزيت يدير 80 غرام ديال الزيت تقريبا. البنات الكاس ما عامرش بحال هكا، ما عامرش كاس الارب ديال الزيت، ديروا الزيت حتى هي كتجي زوينه بالزيت ماشي مشكل. الناس اللي ما كتاكلش الزبده راه كتجي بالزيت. دابا ندير لكم خطره اخرى، ندير لكم نديرها لكم بالزيت هانتوما. هذه 400 غرام، نشوف واش غتخصني ولا لا، حيت انا كنديرها اوكي وكنديرها بعينيه، ما كان صراحه ما كنديرش هذه هاد سيرتو هاد الكروستاطا ديال الطاليان عاب يدي كنخلطها، كاع ما كندير كاع المقادير جبيدات وطرف ديال الزبده. ودابا حيت نتوما ما كتعرفوش مبتدئات، اللي ما كيعرفش رانا وريتكم عطيتكم بالغرام، لانكم كطلبوا دائما كطلبوا بالكاس ولا انا كنحاول ما تكونش قاصحه البنات. ها نتوما فريمون 400 غرام وقيله هي هذيك، ما غتزيدو حتى حاجه. البنات ها نتوما دهنا هاد اللاطا ديال الكيك، غادي نديرو هاد السيرك ديال الكارطه الفورنو بابيي كويسون، نديرو بحال وكنوجدوها باش نديرو. وهادي درتها صغيره، اللي بغى يديرهم صغار راه كاينين حتى صغار منهم، اللي بغاو يديروا كروستات بيكولي صغار كيديرهم. انا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، نخليهم هنا وغنبداو نخدمو البنات. دابا العجينه هاهي العجينه، شوفوا العجينه كي دايره رائعه غزاله، كنقطعوها واحد واحد رشة دقيق ما حطيتوش نسيت نجبدو. من الاحسن تخليوها في الثلاجه البنات، تخليوها في الثلاجه مزيان كتشد في راسها. البنات الفرن ورانا رانا كنسخن فيه دابا، خصو يكون سخون درجه 180. هانتوما البنات نديرو لها بحال وكنديرو لها بحال هانتوما البنات.
تبداو ترقعوا، من بعد راه هي غادي تقاد الراس. تقبوها البنات باش ما تنفخش. جميل حل ليا هذا. ابراهيم حل هذا صافا ندير الفيديو. غراتسي هانتوما البنات، هانتوما سبحان الله كدير الكونفيتير بحال هكا. كنديرو رشة ديال الكركاع، لي عندو الكركاع يدير الكركاع، لي عندو اللوز يدير اللوز، لي عجبكم. بغيتي ديرو الشكلاط هداك لي غوتشي ديال الشكلاط، دوك حبيبات الشكلاط حبيبات ديروهم، المهم داكشي لي عندكم ديرو. لا نغسل يدي، نغسل يدي. دابا غندوزو للتزيين البنات. هانتوما انا صوبت هاد الكروستات هادي بالمرتيل، لي ما عرفتش انا شنو سميتهم بالعربيه والله ما عرفتهم. المهم كوفيتير داك ديال لي فرويد لوغوج، وهذا درتهم بالشوكولاته البنات. لقيت الشوكولاته عندي بيد ودرت الحبيبات ديال الشوكولاته هذاك القهوي. نتوما كيبقى لكم اختيار، ديروا اللي عجبكم البنات. دابا غنبداو في الزواق، نوريكم كيفاش درت الزواق بهاد هادوك. دابا غنديرها في الكبيره، هانتوما البنات الزواق كيبقى هاكا. كنديرو بحال هاكا البنات، هذا هو الزواق ديال الكروستاتا. هو هذا هذه كروستاتا كلاسيكا ديال الناس القدام، ما دابا راه ولات بالديكوراسيون ولات بالاشكال. هانتوما البنات حركوا حركه كتبتوها. كديرو كتخالفوهم تاني بحال هكا، بحال هكا. دابا غنجمع العجينة، نعجنها
عفوا. تبارك الله شفتوا دوز وحده شوف شحال دارت لي البنات. بغيتي ديرهم صغيورين راه ما عندكم كنظن بركه صافي. هانتوما البنات هذه هي الشكل ديالها، هذا هو الشكل النهائي البنات. غادي ندخلوها دابا طيب، ندخلوهم يطيبوا البنات على درجه حراره 180. هانتوما 180 درجة حرارة 180 البنات لمدة هانتوما غندير 180 غنديرو 30 دقيقة. ندخل الفرن وغنطلقو البنات. البنات ها هما طابت لا كروستاتا، شوفوا كي جات ما شاء الله، شوفوا كي جات، شوف شوفوا البنات ها نتوما، شوفوا كي طابت وتحمرات ها نتوما البنات ها نتوما. كندهنهم واحد شويه العسل ولا شويه الناباج صافي البنات ها نتوما ها نتوما البنات، شوفوا كي جات ما شاء الله هانتوما صافي. بغيتي ديري شويه سكر كلاصي ديرو هانتوما البنات هانتوما، نديرو شويه سكر كلاصي جناب بحال هكا هانتوما البنات هانتوما هانتوما الاخرى حتى هي هادي بالشكلاطه البنات. راك شفتوها الشكلاط الابيض، الا عندكم الشكلاط نوتيلا ديروها هانتوما. هادي درتها بالشكلاط الابيض ماشي نوتيلا، وحده اخرى هانتوما البنات شوفوا كي كتجي رائعه. هانتوما هادي ديال الكونفيتير سخونه هادي كتحلوها بحال هكا هانتوما البنات، شوف كديروا لها بحال حتى هي كديروا لها شويه الكونفيتير شويه السكر كلاصي هانتوما البنات كتجي رائعه. هادو هما لي كروستاتي ديال الطاليان اللي كيحطوهم في الباتيسريات البنات، شوف هانتوما هادي الكبيره العائليه، شوف تبارك الله البنات شوف شحال دارت ليا سخونه سخونه البنات سخونه البنات هانتوما شوفوا البنات دهنتها بشويه الناباج بشويه العسل الزواق كيبقى على حسب نتوما كيش بغيتو تزوقوا ان شاء الله. شوفوا البنات احنا غنتخلصوا من هاد المولات هادشي كامل غنتخلصو منو ونسحب الطبلة هانتوما البنات يجيكم هادشي البنات. ما نستاهلش معاكم واحد البوسة واحد
واحد ابوني ما عندكم. يلا عقولي واش ما نستاهلش ولا لا. شوفوا البنات ها انتم حتى من الديكوراسيون غنديرها لكم. انتم البنات يلا كي جيتكم هذه في خاطر البنات ديال الطاليان وديال المغرب وديال كاع العالم. سيرتو ديال الطاليان لانه عارفين هاد لاكروستاتا ومجربينها وكياكلوها في الباتيسريات. ها انتم شفتوا نديرو حنا كلشي هنايا. يلا البنات ما بقى غير نودعكم دابا دابا ان شاء الله نودعكم ونقول لكم تبقاو على خير. البنات كي جاكم هادشي اللي درت شوفوا ما شاء الله هذه لا دوز وحده اللي فيها جوج بيضات و100 غرام ديال الزبده. شوفوا شحال خرجت لكم البنات. سيروا الباتيسري ديال الطاليان وشوفوا شحال غتاخذوا هاد لي كروستاتي. ها انتما شوف شتي ما شاء الله شي شحال دارت دوز وحده. شوف شحال دارت وخلاص لا بغيتو ديروهم صغيورين البنات غادي يجيو رائعين. المهم ما نطولش عليكم البنات هذه في خاطر الدريات اللي درت معاهم اللايف وصوبت لاكروستاتا وما شافوهاش. انا درت لهم داكشي في اليوتيوب. كنتمنىكم تدعموني وديروا لايك ونتمنى نبقاو ديما مع بعضياتنا. الى اللقاء. شكرا.